هو ماشي اختلفت مبررات. انا كانت جات الاستقاله نهائيا من الحزب كرد فعل على الطريقه باش جا الاستفسار، لان انا لما كنت درت لك موقف وجاني عادي وكنناقشوا عادي، وعادي قال لي انه امر عادي، زعما الاستقاله مجلس وطني ماشي شي حاجه اللي قلت لك ماشي هي هذيك، وكنناقش معاك ملي كيناقشوا طبيعه الحال قدمتي استقالتك، علاش ودي راه كاين مشكل، خصنا نناقشوا الخط السياسي ديالك اللي انت مسؤول عليه كمجلس وطني ديال الحزب، راه الطريقه في التدبير في المجاليات راه ماشي كاع المجاليات كيدبروا بالشكل الطبيعي، وكاين اشكالات في المغرب كامل ماشي غير في تماره، وملي كنجي نناقشها معاك بلاصه ما انك نجلسوا فوق الطبله ونتذكروا عليها كتصيفط لي استفسار خارج القانون خارج الهيئه انفرادي مدفوع، وان راني عطيت الدليل على كل حاجه دارت فيه، ما فيهش التاريخ، ما تدفعش الهيئه التحكيم، علقتي القرار علقتي العضويه ما عطيتيش الدوافع ديالها، عطيتي استفسار ما تسنيتيش حتى الجواب وكتعلق القرار، فيعني كاع المقومات للاستبداد مجموعه في هذاك الاستفسار. فانا كرد فعل ما يمكنليش انا نزيد معاك اكثر من هكا. دابا انت لا هو طبيعه الحال، لا طبيعه الحال مجموعه الناس طبيعه الحال انا غنستفسرك، ولكن نتسنى على الاقل الجواب ديالك كاينه ولا لا، حيت استفسار شنو هو؟ كنسولك وخصك نعطيك الحق، يعني هذه هي المحاكمه العادله، نعطيك الحق انك تجاوب، انت ما عطيتينيش الحق نجاوب، علقتي العضويه وماشي غير هذا فقط، ما عطيتينيش ان ديك المحاكمه العادله دات بالمسطره القانونيه العادله، انا تجمعات الهيئه وناقشات وبناء على النقاش فخصو يكون مقرر، هذاك الشيء كلشي ما عطيتيهليش باش نعرف انني المحاكمه ديالي دازت عادله. دابا هذا هو القانون، ملي انت هذا الشيء كلشي ما احترمتيهش كيفاش بغيتيني انا نجاوبك؟ نزيد انا عاد معاك، انا ملي كنشوف محاكمه غير عادله نبقى انا عاد نحاول نبرر ولا نوقف نشرح، انا ما بقى انا ما نشرح اصلا، المحاكمه غير عادله كلها لانك سولتي وما تسنيتيش، طبيعي استفسار، ولكن الطبيعي هو تسنى الجواب، ماشي الطبيعي استفسار وفي الاخر ديالو كتعلق العضويه، واش هذه طبيعيه؟ فغير طبيعيه، اذا ما يمكنليش انا نزيد نكمل معاهم بشكل طبيعي. انا بالنسبه لي الطبيعي هنايا هو انني نسد الملف، وانا بالنسبه لي اليوم سديت. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.